هتعمل ايه في البرنامج؟ اول حاجه يعني هنقول احنا ابتدينا ازاي. ابتدينا كان في لقاء المنتور في 2011، كان بينه وبين مؤسسه كان تلاقه الهدف بتاعه بينه وبين مؤسسه ويكيميديا ان هم عايزين يطوروا المحتوى العربي على الانترنت، وجت منها فكره ان هم يعملوها يعني عبر مبادرات برامج التعليم في الوطن العربي. وابتدينا بمصر في 2012، تمت المبادره الحمد لله على خير، وابتدينا ابتدى المشروع في 2012، في فبراير 2012 ابتدى بجامعه عين شمس، وفي مارس 2012 ابتدى بجامعه القاهره، وكملنا بعديها 6 نسخ بس بنشتغل في نطاق القاهره، سواء جامعه القاهره او جامعه عين شمس، مش بنشتغل بره. لا يعني كان معانا في النسخه الثانيه جامعه الاسكندريه بس ما اشتغلتش، وفي النسخه الثالثه كان معانا جامعه دمنهور وجامعه كفر الشيخ، جربنا معاهم نسخه، وبعدين يعني فضلنا ان احنا نركز جهودنا اكثر على جامعه القاهره وجامعه عين شمس، او بالاساس الجامعات الحكوميه. يمكن الدعم اللي جه للمؤسسه من مؤسسه قطر في النسخه الاولى والثانيه اللي هي تعتبر النسخه التجريبيه كانت حققت نتائج مذهله، ده اللي ادى ان البرنامج يكمل بقيه النسخ. النسخه الاولى والثانيه دول كانوا نسخ تجريبيه يعتبر، دي كانت مساهمات الطلاب والبايتس اللي اضافوها في النسخه الاولى والثانيه، واللي ادت استمراريه البرنامج. ويمكن كمان من ضمن الدعم اللي كان موجود ده ممكن ده عدد الصفحات اللي اضيفت في ربيع 2012 وفي خريف 2012، والدعم ده اللي كانت تقدمه مؤسسه قطر لمؤسسه ويكيميديا عن الانتاج اللي ظهر او انتاج الطلاب اللي حققوه في النسخه الاولى والثانيه، واللي ادى لاستمرار البرنامج بعد كده. احنا بنشتغل ازاي في برنامج التعليم؟ زي ما انا قلت، اول نسختين الاولى والثانيه كانوا نسخ تجريبيه وكان فيهم دعم. من النسخه الثالثه وكنا بنشتغل ازاي؟ كان فيه بيبقى ممثل من المؤسسه يعني تابع للمؤسسه، بيبقى فيه سفراء سواء سفير ويب وسفير جامعه بيدربوا الطلاب وبيتابعوهم اونلاين. بعدين من النسخه الثالثه تغيرت الخطه شويه، وبقينا بنشتغل بفكره ان يكون فيه ممثل من المؤسسه برضو، بس دوره بيبقى يعني بيقدم الدعم، بس الخطه نفسها اتغيرت، بقى تحتيه قاده وتحت القاده فيه سفراء، والسفراء نفسهم بيتواصلوا يعني القاده والسفراء بيتواصلوا مع الاساتذه. بقت حلقه التواصل يعني زي ما انتم شايفين كده في المخطط، بقت حلقه التواصل متبادله من كل الاطراف، الاساتذه سفراء الويب وسفراء الجامعه والقاده، وبيرجعوا يعملوا تقارير في الاخر للممثل المؤسسه. وده النموذج ده اللي احنا شغالين بيه حتى الان، اشتغلنا بيه النسخه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. ويمكن برضو من يعني من مميزات البرنامج اللي هو الفجوه بين الجنسين دلوقتي، يعني بدات الحمد لله عبر بوابه برنامج التعليم ان الفجوه بين الجنسين بتقل. حاليا قاده البرنامج احنا الثلاثه، ريم الكاشف ومي هاشم وانا ولاء عبد المنعم. دور مجموعه مستخدمي ويكيميديا مصر في برنامج التعليم، مجموعه المستخدمين بتاعت مصر عملت لنا ايه؟ احنا كان عندنا بعض الصعوبات في البرنامج، كان عندنا ضعف امكانيات، احنا بنتعامل مع جامعات حكوميه فكان عندنا ضعف امكانيات سواء اجهزه او سواء انترنت. مجموعه مستخدمي ويكيميديا مصر يعني سهلت لنا الامور دي جدا، يسرت علينا العمل كقاده وكسفره في البرنامج سواء جامعه القاهره سواء جامعه عين شمس، وعليه اتحققت نتائج عاليه. يعني انا شخصيا شايفه النتائج اللي اتحققت قبل الدعم بتاع ويكيميديا مجموعه المستخدمين ويكيميديا مصر وبعد الدعم، النتائج الحمد لله شايفاها مرضيه جدا. برضه مجموعه المستخدمين عملت ايه؟ عشان يعني نقلص الفجوه بين الجنسين، عملت حاجه اسمها مسابقه ويك المرأه. مسابقه ويك المرأه دي كان هدفها ايه؟ جذب عدد اكبر من المشاركات سواء الموجودين الحاليين او الجدد، وان هما مساهماتهم ترتكز بشكل اساسي على تطوير المقالات المختصه بالمرأه وزياده المحتوى العربي عنها على الانترنت. ودي كانت المساهمات، وتحديدا اخر حاجه دي كانت مسابقه ويك المرأه
المسميات اللي هم أضافوها من الإجمالي في النسخة الخامسة كانت 48%. المسابقة ويك المرأة بس ونقول في شهر واحد 28% من المحتوى، واللي أضافوه خلال الشهر ده من ضمن النسخة كلها كان 48%. ايه كمان عمل ايه تاني؟ خلى عدد الطلاب المشاركين في النسخة دي بسبب المسابقة كانت 88% من الطلاب، او كانت طالبة 88% و 12% من الذكور. فبالتالي يعني الفجوة اللي كانت موجودة ان الذكور ناس في برنامج التعليم اتقلبت. لا هي دلوقتي احنا لو هنرجعها هي كده مش فجوة، بمعنى ان عدد الطالبات دلوقتي، لا احنا اصلا في الاصل عندنا عدد الاناث قليل، البرنامج زود لي عدد الاناث فشويه عمل التوازن. دي كده بعض الاحصائيات دي من اول ما البرنامج ابتدى من النسخه الاولى للنسخه السادسه. دي عدد الفصول وعدد البايتس المضافه وعدد الطلاب. يعني زي ما انتم شايفين الشكل عموما في تطور. يمكن اكتر حاجه في النسخه اللي هي ربيع وصيف 2014 اللي كانت فيها مسابقه المرأة. برضه من ضمن الاحصائيات عدد الصفحات اللي الطلاب اضافوها. شوف العدد يعني من النسخه الاولى والثانيه، بنقول ان هي النسخه التجريبيه اللي لاقت نجاح بعد كده وادت الانطلاق الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، في تطور. ابرز ما يعني اضافه طلاب برنامج التعليم عموما تحسين جوده المحتوى العربي على تحسين الجودة بتاعت المحتوى العربي على الإنترنت. عملوا محتوى مختار، محتوى مختار اللي هو يندرج تحتيه مقالات مختارة، مقالات جيدة، بوابات وقوائم. دي أبرز حاجات هم عملوها. يمكن لو إحنا هنعملها نسبة وتناسب، يعني الطلاب أضافوا 10.68 من المحتوى المختار، محتوى المقالات المختارة على ويكيبيديا. أضافوا 6% مثلا من المقالات الجيدة على الويكيبيديا. وبالنسبة للبوابات المختارة أضافوا 3.77 أو 7.10. وبالنسبة للقوائم أضافوا ما قيمته 4.55% من المحتوى المختار على المحتوى المميز على الويكيبيديا. دي طبعا أنا شايفاها كوجهة نظر، دي طفرة عملها برنامج التعليم في المحتوى العربي الموجود حاليا. هي كانت مظبوطة. دول كانوا أبرز الدكاترة المشاركين معانا في البرنامج، كانت دكتور عبير عبد الحافظ، دكتور كارما سامي، دكتور عبيد جامعة القاهرة، دكتور كارما سامي جامعة عين شمس، دكتور إيمان جلال، دكتور رجب كوتيت، دكتور داليا كوخي، ودكتور هدى أبازة جامعة عين شمس. سواء بنشتغل في كل المجموعات، اسباني وبنشتغل انجليزي، بنشتغل تركي، في كل المجموعات يعني. ده كده ممكن نقول اسقاط سريع على ابرز المشاركين اللي لازم يذكر اسمهم مع برنامج التعليم. دي بالنسبه لي انا شايفاها هم دول ابرز المشاركين معانا في برنامج التعليم، والاسماء اللي لازم يعني يتم ذكرها ليهم. بشكل عام انا شايفه ان برنامج التعليم في مصر اسهم بشكل كبير جدا في رفع الكميه والجوده بتاعت المحتوى العربي الموجود. هل انتوا يعني بعد اللي انتوا شفتوه حتى من الارقام والاحصائيات دي بتشاركوني في كلام ولا بتشاركوني الراي ولا شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ يعني بالنسبة مثلا الناس اللي ما تعرفش برنامج التعليم واللي بتشوفه لأول مرة، بعد الإحصائيات اللي انتوا شفتوها دلوقتي، هل فعلا هو أسهم في تطوير المحتوى ولا أفسده ولا ما عملش تغيير واضح؟ هو بالإحصائيات أسهم كتير. يعني في اتفاق ولا ما فيش اتفاق؟ أنا من قبل الإحصائيات ومن البرنامج فعلا له تأثير على مقالات المصطلحات.
نعم، يعني ماذا تقول أنه أكيد بغض النظر عن الإحصائيات، الفكرة هي أنه إذا شجع الناس بعد البرنامج يستمر في المشاركة، هي هذه ربما وهذه صعب تقديرها وتقييمها، بس هي هذه حتكون أهم بالمدى الطويل يعني من المشاركة في يوم يومين أو فترة دراسية معينة يعني. أنا متفهمة جدا. متفهمة جدا حاجة زي كده، ان احنا هو احنا ازاي نخلي الطالب اللي يشارك معايا من النسخة الاولى يكمل معايا. هو الطالب بيشارك معايا اما يكون مثلا مطلوب منه يعمل بحث، فالبحث ده بدل ما يعمله ورق ليه ما نعملهوش على ويكيبيديا، مقالة مختارة يعملها على الويكيبيديا يفيد بيها الناس، يعني خلاص هي افادة للناس، مش هتبقى بحث فرد واحد يشوفه وخلاص هيتأرشف ومحدش هيشوفه بعد كده. دي حاجة. اخليه يكمل معايا ازاي؟ ده تحدي كبير قوي احنا عايزين راي الناس فيه. يعني انا وجهه نظري، لو انا معايا طالب واخداه في اخر سنه والطالب خلاص عمل المطلوب منه وعمل لي مقاله مختاره او مقاله حتى مش مختاره وخلاص والدراسه خلصت وما كملش، بس في نقطه بقى هنا، في نقطه ان هو خارج، هو دلوقتي ما عندهوش مصدر رزق، هو قاعد بيكتب مقالات على الويكيبيديا بس ما هوش مصدر رزق، هو بيضطر يدور على مصدر رزق، فبالتالي في منهم ناس بتكمل يعني نسبه انا شايفاها نسبه مش كبيره، وفي ناس يعني بتاخد تبدا طريق. هو ده مش غلط الفكره يعني. اتفضل يا بس عايزه اعلق على نقطه الريتنشن للستودنتس في النسخه اللي فاتت، على خصوصا في الخمسه لسه خلصانه خصوصا في الانجليزي عندنا كان في نسبه ريتنشن عاليه، ناس احتفاظ بالستودنتس عاليه جدا، ما مش جدا بس يعني عاليه بشكل ملحوظ يعني بالظبط. جزء كبير منها جه من بنروح فرد فرد من الناس اللي شافوا قبل كده، بنحسسهم بخصوصيتهم، يعني مش ان هم كلهم مجموعه يمشي كلهم يرجعوا كلهم، هو ده المهم ان هم يبقوا كلهم، لا لا، حسس الفرد الواحد بقيمته. يعني انت كمشارك انت كنت مهم، انت كنت عامل حاجه مهمه، رحت فين؟ ده فرق كتير مع ناس كتير وابتدى يرجعوا، يمكن ده من احدى الاساليب اللي بنستخدمها. بس مش قائد او سفير او كبيري ان هو يكون مسؤول عن انه يلقى جميع المخالفين يكون في الاستمرار، ليس مطلوب منك هذا، يعني انت بتكون بتقتل نفسك اذا طلبت من نفسك ان انت تكون مسؤول عن كل شخص ان هو يستمر في المشاركه، لانه يعني في اي حتى في كبير يعني نسبه الناس اللي بتستمر في المشاركه اقل بكثير من اي طريقه، اقل من 1% حتى. ف يعني صعب ان احنا نخلي قائد او سفير مسؤول عن ان هو يخلي كل الناس تشارك، يعني هو لو قدر يخلي 5% تشارك ده انجاز كبير جدا، وبرضه مش مسؤولين عن بنية التعليم ان هو يسد الجندر جاب. يعني مثلا هو اسهل الحمد لله تقديم انه عدد الطلاب يقترب من 90%، ده معناه ان هم بيبذلوا مجهود جبار، لكن لما نقول ان هم اسهموا قد ايه في سد الجندر جاب، يعني ممكن تلاقيه ما زودهاش 1 أو 2%، لو بصيت لها على انها كده وان هو مسؤول انه يسد كل الجندر جاب الموجوده في الفيديو، يبقى احنا بنقتل المتطوع المصري على المطوع. فهم بس عايزه اعرضهم يعني صور دي قصه كتابه البرنامج من اول ما ابتدى، من اول الاجتماعات الترتيبيه دي اخر 2011 لحد 2014. كانت سرعه كبيره، هي ثانيتين لا احنا ما جهزناش حاجه زي كده، لان احنا كل نسخه
بنعتبرها مستوى، يعني هي بتسلم اللي بعدها. عم تسأل سيرش معناها احصائيات اليوزرز، معناها نشاطهم قد معناها شو عملوا بعد ال كم تعملوا مثلا؟ يعني هنحاول ان شاء الله. السؤال الثاني هو معناها المشاريع والمبادرات صاروا مع جامعات، هل تفكروا تعملوا مثلا اتفاقيه مع الوزاره مثلا وزاره التعليم العالي في مصر باش تعملوا في كل الجامعات؟ سؤال جميل جدا. احنا بنتعامل مع جامعات حكوميه في روتين، يكفي ان انا اقول كلمه روتين. هي انا بالنسبه لي كلمه روتين بتضيعني ان انا اتعامل مع اي مؤسسه حكوميه بيروقراطيه. لا ما هو يمكن كان الامر يجي من فوق من الوزاره من الوزير. لو هم اللي طلبوا؟ لا ما كان واحد من الوزير ياخذ قرار مثلا باش يعمل من تجربه في الجامعات المصريه الكل. يعني انا اول واحده مساهمه. يمكن يصير انضباط اكثر مع الجامعه، الروتين تاعها ما يولي هذا الامر معنا. يعني لو حصل انا اول واحده مساهمه، بس اول شيء يحصل انا متفائله انه مش هيحصل. أنا مثلا كان عندي سؤال إنه بعد البرنامج يعني حتى في كوفي شوب بالضبط كده، يعني صورة القادة اللي تستمر الفكرة، صورة القادة اللي أنا عرضتها كان على تقرب في رمضان، في رمضان اللي فات إحنا كنا كمان القادة والسفراء اللي كانوا معانا وبيقول لو حد من الطلاب عايز يجي يشاركنا بيجي، بنعمل اجتماعات دورية على طول، وإحنا كمان بنعمل ورش للطلاب، مش شرط إن هي ورشة إن أنا بروح أعلم التقنيات بس، لا ممكن كمان يبقى فيها دردشة، في اجتماع بنعمل اجتماعات كمان. شكرا.